فقد شهيته، فقد هويته، فقد انتمائه. فقد انتمائه؟ لا، احنا بنتكلم على السحاوي مش على عبد الله السعيد. ما انا بتكلم على السحاوي حضرتك. السحاوي ده فقد كل حاجه ممكن تتفقد، فقد موبايله، فقد محفظته، فقد مفاتيحه. المهمل. مهمل؟ بتتكلم عادل يا جماعه، مش دي مجله المجانين. استني بس يا ريتاش، حصل له ايه يا دكتور؟ يا فندم فقد ذاكرته، ذاكرته اتمسحت تماما. الحمد لله. استنوا بس قبل ما نفرح. يعني يا دكتور مستحيل يفتكر اي حاجه حصلت قبل كده؟ يا باشا بقول لك دماغه اتفرمطت. بص انا هسلمه لكم كده محاره وحلوق وانتوا تشطبوه بمزاجكم. الحمد لله. الحمد لله. يا كابوس. لا لا لا، كابوس يا سيد. يا فرخه ام ابراهيم يا جماعه. حاضر حاضر. ما انا مش هجيب فراخ لكل الناس. اتيا فتيا هدولي، عامل ايه يا دولي؟ ايه ده اخبار؟ ها ايه يا قولي؟ عصير البرتقال ده، ها عصيره؟ لا لا لا، ايه ده؟ ايه يا فخر ده؟ في ايه؟ الولد عيط بسببك اهو، مش كفايه الحر ومفيش تكييفات في الفيلا؟ ايه ده؟ لا لا، انا هاخد الولد واطلع بره. معلش يا مامي، معلش، حاجه صعبه قوي. وانا اسف. معلش، مش كان اخوك ركب تكييفات في البيت ده بدل الحر والفرادة اللي احنا فيها دي؟ هي شحاته واماره؟ مش كفايه قاعدينكوا عندنا في الفيلا سنه كامله اكلين شاربين نايمين؟ عندك حق والله يا سيد، الواحد قال يوم يومين، انما تقول ايه؟ يا بخت من ذروه خفف. ذروه خفف ايه يا معفن؟ مش اخوكوا هو اللي مشحتكوا البيت ده؟ صحيح يا سيد، انا خايف سيف يرجع تاني ونتقلش من العز والقبه اللي احنا عايشين فيه ده. ما تقلقش يا فخر، سيف عمره ما هيرجع تاني. مين اللي قال لك؟ هو اللي قال. وما قتلكش؟ قال لك ايه؟ قال لي ان هو اللي قتل فريده، فلو رجع اكيد هيتقفش، مستحيل يرجع. ولا يهمك يا فخر، برطع واتفرعن، افتري يا فخر العرب. انت يا زفت يا اللي اسمك سحت. احلى شاي لاحلى ناس في الدنيا. بقالنا ساعة بننادي عليك يا حيوان. اسف يا سعادة البيه. انت كمان هترد يا متخلف؟ ما بنروح عليه يا جماعة شوية لحسن يزعل. اتبطل غور لو سمحت. انا ما زعلش منكم ابدا يا ست هانم، عمري ما انسى ابدا جمايلكم عليا. مش ممكن انسى لما لمتوني من الشاوع بعد ما بابا طردني من البيت وانا عندي 8 سنين عشان سقطت في الثانوية العامة. انت اللي مفهمه كده؟ امال انت مفهمه ايه؟ انا مفهمه ان انا لقيته في لفه تحت الكوبري وانا رايحه اصلي الفجر، وان هو دلوقتي عنده 8 سنين. طب ممكن تبطلوا تهروا انتوا الاثنين على الراجل؟ عشان القصص دي هتجيب له صرع في مخه كده. قولوا له قصه واحده بس. لولا انكم لمتوني من الشاوع كان زمان كلاب السكك بتلحس فيا. ما خلاص بقى، انت هتشحت. روح افتح الباب. هل افتح؟ امال هتكنسل على الباب؟ اتفضل. حاضر يا سيدي، سعادة الباشا. سأفتح. السلام ورحمة الله. في حاجة؟ فين سيف الشحات؟